بعد تحرير منطقة خريبيش آخر معاقل الجماعات الإرهابية وعودة الحياة الطبيعية لمدينة بنغازي، توالت دفعات التخرج في شتى المجالات لتكون هذه الدفعات بداية لبناء دولة من جديد. المعهد العالي للتقنيات والمهن النفطية قسم الهندسة النفطية نظم حفل تخريج لسنة 2017-2018. دموع الطلاب اختلطت بدموع أهاليهم لتعبر عن فرحتهم وتضحيات الآباء ليقطفوا ثمار مجهودهم. رحلة شاقة مر بها الطلبة لسنوات طويلة، لحظات لطالما انتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ليكون هذا الحفل الختامي آخر هذه الرحلة. أميرة علي لقناة ليبيا الحدث.